بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم بالشكر الجزيل. بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية الوفاق وعلى رأسها الشيخ علي سلمان وكل من وقف بجنبنا وبصفنا في هذه الفترة، وإليكم أيها الحضور الكريم على هذه الوقفة التي تلهمنا الصبر وتقوينا أكثر. هذا هو طريق الأحرار، وهذا هو طريق من يطالب بحريته وكرامته، وهذا هو طريق الحرية، هذا هو صوت الثمن، هذا هو ثمن الصوت الحر. اللهم فرج عن المعتقلين. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.